السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا نتكلم عن فنجان برج الميزان لشهر يونيو شهر 6. يا رب يعود عليكم الايام بالخير، يا رب يكون السعاده والفرحه والهنا لقلبكم وراحه بالكم والحياه وكمان لسعادتكم. طبعا اهم حاجه تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. وكمان تدخلوا على الفيديو زي ما احنا متعودين بالطاقه الايجابيه، ونركن الطاقه السلبيه على جنب لحد ما نشوف الفيديو هيدينا طاقه ايجابيه ولا لا. بس انا متاكده ان شاء الله باذن الله الفيديو هيفرحكم وهيغير من نفسيتكم. وطبعا لو الفيديو عمل كده ما تنسوش تضغطوا لي لايك للفيديو، وكمان تضغطوا لي تكتبوا لي تعليق جميل كده زيكم. ولو الفيديو ما عجبكمش اطلعوا منه، ما تكتبوليش اي حاجه ولا تعليق ولا لايك، انا ما استاهلش. بس ان شاء الله باذن الله الفيديو يديكم حتى على الاقل حاجه حلوه ترجع لكم الابتسامه بتاعتكم يا برج الميزان يلي دايما مهمومين ودايما حظكم قليل بسبب طيبه قلبكم اللي مودياكم في 60,000 داهية. فنجان برج الميزان في تقلبات، بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الميزان، اول ما هتدخل على شهر يونيو عندك فرحة حلوة وعندك خير. فتاة الميزان عندك عروسة، لإما انت هتلبسي الفستان الابيض لإما هتلبسي فستان خطوبة، والله أعلم. بس في فستان عندك هيتلبس وفي ترزي، وكمان يا برج الميزان عندك زيطة وعندك دوشة وعندك فرحة في أرض البيت أهو، بسم الله ما شاء الله. فستان هتلبسيه لإما أنت هتروحي خطوبة، لإما في حد هيتخطب عندك، لإما أنت هتتخطبي أو هتتجوزي، والله أعلم. أنا شايفة أن عندك فرحة في خير بإذن الله، من أول الشهر هيبقى عندك فرحة حلوة. شهر 6 ده شهر يونيو وبرج الميزان هيكون عندكم بعض الضغط وزيادة المسؤولية، هيكون عندكم بعض الضغط وزيادة مسؤولية في حياتكم. بس حاولوا تهدوا، تحاولوا تبطلوا مشاكل. بص يا برج الميزان، عاطفيا انت مهموم الناس اللي هي مرتبطين ومخطوبين، ليه دايما في مشاكل بينكم وبين الشريك؟ دايما في تقلبات، دايما طرف تالت داخل، دايما مش عارف فاهمين بعض، في تقلبات كده بينكم وبين بعض. من وقت للتاني بتحس ان انتوا تمام وكويسين، ومن وقت للتاني بتحس ان انتوا مش طايقين بعض. اهدوا وحاولوا تهدوا اعصابكم، انتوا الاتنين بتحبوا بعض بس في طرف تالت داخل وممكن ياخد الشريك منكم، فحاولوا تهدوا اعصابكم وحاولوا انتوا الاتنين تفضلوا جنب بعض كده وساندين بعض ببعض. طيب ايه المشكله اللي انت مش لاقي لها حل لحد الان؟ المشكله اللي انت مش لاقي لها حل وعايز تاخد قرار مهم، عايز تغير مكانك، تعزل، تمشي، تهاجر، الله اعلم. بس انت عايز تاخد قرار في حياتك وحياتك واقفه عليه. بص يا برج الميزان، انت معمول لك سحر، عامل لك تبطل بالحال، لازم تحصن نفسك اول باول بالادعيه بالايات القرانيه. حصن نفسك عشان اقرب الناس ليك هم اللي بيكرهوك وعايزين مشاكل ليك وهم اعدائك. يعني شايفه كمان ان انت عندك فرصه حلوه جدا، عندك فرصه حلوه باذن الله. انت يا برج الميزان، الله، بص يعني مش عايزه اقول لك، انت كل ما بتطلع من اللي انت فيه بتلاقي حد يمسك رجلك ويشدك لتحت للمشاكل. انت كل ما بتطلع وتوصل لحلمك بتلاقي حد بيشدك. عندك راجل طويل او ست، راجل طويله وست قصيره، راجل طويل اهو وست قصيره بيشدوك لتحت، دايما بيشدوك. كل ما بتوصل لحلمك، كل ما بتمسكه بايدك بتلاقي نفسك هبط تاني. حاول تطلع من اللي انت فيه وحاول تغير جو، حاول تطلع رحله، حاول ان انت تستمتع بالوقت بالناس اللي حواليك، حاول ان انت تغير مكانك يا برج الميزان عشان في حد بيجدد لك الطاقة السلبية دايما. وعندك حد بيحاول ان هو يزعجك، حد كده مش عايز لك الراحة، في طرف تالت داخل في علاقتك العاطفية مبوظ لك الدنيا وملخبط لك حياتك. بس انا شايفة ان انت عندك خير وعندك فرحة حلوة بإذن الله. طيب عايز اقول لك كمان ان انت هتحصل عندك حاجة انت ما كنتش متوقعها، الحاجة اللي هتحصل دي انت ما كنتش متوقعها ان هي في يوم من الايام ممكن تحصل، ولما هتحصل هتديك طاقة ايجابية وهتديك حاجة حلوة انت ما كنتش متوقعها في يوم من الايام. ربك كبير وقادر على كل شيء. في ناس كتيرة جدا ظلمتك واكلت حقك يا برج الميزان، ناس كتير جدا ظلمتك واكلت حقك. طيب ايه الموضوع اللي انت متردد فيه لحد الان؟ يعني في موضوع انت لازم تاخد فيه قرار بس انت متردد،
الله اعلم، عندك تردد جامد يا برج الميزان، كل ما بتكمل بتلاقي نفسك رجعت، كل ما بتكمل بتلاقي نفسك رجعت. عندك كذا حاجه مأثره على حياتك، كذا حاجه مأثره على حياتك، عايزاك تهدى وتتأقلم مع الجو اللي انت فيه، وتسمع اكتر ما تتكلم، تسمع اكتر ما تتكلم، علشان خاطر في ناس كتيره جدا بتحاول توقعك في حفر، بتحاول ان هي تلخبط في حياتك، بتحاول ان هي تكسر نفسك، والله اعلم. حاول تهدى وتهدي نفسك عشان انت باذن الله عندك نجاح وعندك ازدهار في حياتك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بسم الله ما شاء الله يا برج الميزان. اول حاجه انت عندك قرار لازم تاخده، بس فكر فيه علشان خاطر حياتك ما تتقلبش. عندك قرار لازم تاخده، القرار ده حلو جدا، هتاخده حياتك فيها خير باذن الله. طيب مين الشخص اللي عندك مظلوم وانت زعلان عليه، وناس كده، في ناس اهراك، ناس وجع قلبك كده، عامله لك مشاكل من كل الاتجاهات، وفي حد ظلمك يا برج الميزان من عندك، في حد كده حد ظلمك، انت عايز تغير السكن اللي انت فيه يا برج الميزان، مهموم في المكان اللي انت فيه. بتقول يا رب اكبر بخاطري، يا رب اهديني واصلح حالي. انت اتعرفت على حد يا برج الميزان على السوشيال ميديا وكسر قلبك، كسر قلبك ولا لسه هيكسر قلبك، ولا انت مخدوع من حد؟ انا شايف ان انت حصل عندك تعارف مع حد على السوشيال ميديا يا برج الميزان وكسر قلبك، عشان عامل لك وهم، كان في بينك وما بينه محادثات، هو عمل لك بلوك، انت عملت له بلوك، اكتشفت حقيقته، انفصلت والله اعلم. بس انا شايف ان انت متعرف على عندك تعارف على حد من على السوشيال ميديا، عامل لك مشاكل كتير وعامل لك توتر، قافل حياتك، انت حاسس احساس كده مكسور، حاسس ان انت محبط يا برج الميزان، مع العلم ان انت قلبك طيب جدا وقلبك نقي ونظيف، وده اللي موديك في مشاكل، دايما بتتكلم وبتحكي، ما بتعرفش تخبي حاجه. بس انا عايزاك تهدى وتحاول توزن امورك الايام اللي جايه، عشان انا شايفه ان عندك خير عندك. طب احب اطمنك ان شاء الله لا يعلم الغيب الا الله يا برج الميزان، بس انا شايفه ان مستقبلك مستقبل جميل، في تجمع، في اسره، في حلو، في اخبار حلوه، عندك امور حلوه جدا باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، مستقبلك في منتهى الجمال باذن الله بفضل ربنا. حاول تهدى بس انت، وسيب كل حاجه على ربنا. انا شايف ان انت عندك حد في السجن يا برج الميزان، عندك حد مسجون وزعلان عليه ومهموم، ودموعك على خدك دايما، عشان هو مظلوم، عشان هو مظلوم، او هو بعيد عنك وانت مشتاق له كتير. طيب عندك حد متوفي عزيز على قلبك قوي، حد متوفي على عزيز على قلبك قوي. انت برج الميزان حياتك واقفه على حد في حياتك ظلمك، حياتك واقفه على حد ظلمك عندك، لدرجه ان انت بتعاني لحد الان، من وقت للتاني بتحس بالضيقه والخنقه، من وقت للتاني بتحس بالضيقه والخنقه يا برج الميزان، حاسس ان انت كده مهموم، من وقت للتاني بتحس ان انت في حاجه ماسكه في رقبتك مش قادر تاخد نفسك، عندك الم في ركبتك، وعندك صداع بيجيلك من وقت للتاني، بتحس ان دماغك هتنفجر. انا عايزاك تهدى وتهدي اعصابك، وتحاول تطلع من اللي انت فيه، وتجدد الطاقه الايجابيه، وتبعد الطاقه السلبيه عنك، علشان خاطر تقدر تشوف كل الطرق اللي قدامك، وتشوف البيبان اللي اتقفلت هترجع تتفتح من جديد، وهيبقى عندك رزق. حاول ترتاح وتهدى اعصابك، انت من الليل بيجي عليك ما بتقدرش تنام. انا عايزاك تهدى وتهدي نفسك من كل الضغوطات اللي عليك وعلى حياتك، مسؤوليتك زادت، بس انا عايزاك تهدى. رزقك قليل يا برج الميزان، انت الرزق عندك قليل، بس انا عايزاك تهدى، عشان ربك هيكرمك من وسع باذن الله، وهيغير حالك. شايفه ان انت عندك ورقه في المحكمه عالقه ليها فتره كبيره، باذن الله الورقه دي هتجيلك، علشان فيها خير ليك، وفيها التعويض بتاع ربنا اللي ربنا كاتبه لك. شايفه انه عندك واحده ست خبيثه من برج القوس، عندك واحده خبيثه من برج القوس، الست دي خبيثه عامله لك مشاكل، ربك دايما انت بتدعي وتقول ربنا ينتقم منها، يعني واحده من من الابراج الناريه، بس انا شايفه ان هي من برج القوس، وممكن تكون من برج الحمل او برج الاسد، من الابراج الناريه هي برج الميزان. الست دي معامله لك مشاكل من تحت الارض، من تحت الارض كده بتحاول تعمل لك مشاكل، عايزه تخرب بيتك وتخرب حياتك، تعمل لك اي حاجه من تحت الارض، حاول تعرفها
كويس وتبعد عنها. بص كمان شايفه انه في ناس بتحاول ان هي تعمل لك حاجه كده تخرب بيتك. وانتوا عندكم فرحه، ارتباط، خطوبه، زواج، في تحضير لمناسبه حلوه، اذا كانت المناسبه دي ممكن تكون خطوبه او اذا كان ممكن تكون فرحه طال انتظارها. اول حاجه عايزاكم تصلوا على الحبيب وتركزوا على تحقيق هدفكم اللي عندكم. انتوا عندكم تحقيق هدف عظيم الفتره دي، عندكم امور كمان بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها، ازياكم او في قرب عندكم، انتوا بتعانوا من ضيق او من خنقه او من تقلبات الشريك. عندكم تقلبات الشريك فظيعه جدا، ودي طبعا حاجه مضايقاكم وخانقاكم. حصلت عندكم اكتر من مره خطوبه وما بتكملش، كم مره بتكونوا ناويين على الارتباط وما بيتمش، وده بسبب الضغوط النفسيه اللي عليكم او بسبب ان انتوا دايما معرضين للاذى من ستات او من ناس حاطه عينها عليكم. دايما بيظهر لكم عين قويه سايباكم بالحسد الشديد اللي مخليه عندكم تقلبات في الامور، والعين ووجع في المعده، صداع مستمر، شويه امور كده عامله لكم عراقيل بطريقه كبيره. بس انتوا الفتره دي عندكم انتصاره حلوه بتحقيق هدف او تحقيق موضوع معين شاغل بالكم. كمان البعض منكم مستني فلوس او مستني حاجه تخص الماديات الفترة دي، والهم الكبير اللي انتوا شايلينه ربنا هيفك كربكم بإذن الله. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا انتوا عندكم دقة في التعامل مع الآخرين بشكل إيجابي حلو قوي. طيب كمان عايزة أبشركم بشرة ان انتوا البشرة دي رجوع حد ليكم للمال بتاعكم، بس دايما أقول لكم ما تدوش حد ثقتكم، وابعدوا عن اي حد ممكن يضايقكم ويخنقكم. في ناس عندكم يعني داخلين حياتكم علشان تعرف اموركم وتعرف اللي انتوا فيه، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ما تحكوش سركم لحد، وخدوا الخطوة اللي انتوا خايفين منها، ابدأوا كملوا. عندكم قعدة عتاب او قعدة صلح مع الشريك او مع اهل الشريك، هيبقى فيه كلام وهيبقى فيه امور هتتفتح. وكمان انتوا هتاخدوا قرار سريع الفترة دي، عايزاكم تتجاوزوا كل المشاكل اللي عندكم وتركزوا على انتصاركم. كمان انتوا هنا مرتبطين بحد من ابراج نارية في ارتباط بينكم، عندكم اسم احمد واسم يوسف واسم خالد موجودين عندك، الاسامي دي موجودين عندك. انتوا الفترة دي بتدوروا على طريق الهدف، عندك طريق هتشتغل فيه وهتدرس كويس جدا كل السلبيات والايجابيات وهتكمل كل اللي انت عايزه. عندك شك، انتوا شاكين في حاجة معينة وخايفين، او الوسواس بتاعكم بيهيئ لكم حاجات غريبة. انتوا كمان بعض منكم ناوي على سفر او ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، انتوا عندكم سفر لحد طال انتظاره غيابه، او انتوا ناويين تسافروا تشوفوا مصلحتكم وتشوفوا هدفكم، تشوفوا الامور اللي عندكم. الصحة عندكم تعبانة وبتعانوا منها، دايما بيجيلكم وجع في الظهر ودايما بيجيلكم صداع مستمر، لدرجة ان انتوا كشفتوا اكتر من مرة وعملتوا فحوصات وملقيتوش اي حاجة. بس انتوا الفترة دي في طاقة ايجابية وفي فرج بإذن الله على جميع الاسر، انتوا شغالين على نفسكم قوي في تحقيق هدفكم في النقطة دي، حاطين هدف قدامكم وشغالين. بس الشريك في طرف ثالث بيتدخل معاه وعايز ياخده منكم، فياريت تهدوا اعصابكم وبلاش الزعل النفسي. انتوا عملتوا اقصى مجهود، انتوا مهووسين بحد او في حد مهووس بيكم، في علاقة حب قوية لا اما مربوطة بيكم لا اما انتوا رابطينها بيكم، في علاقة كده واخدة كل المجهود بتاعكم. كمان انتوا بتبذلوا اقصى مجهود لتحقيق الحلم اللي في بالكم وتحقيق الامر اللي شاغل بالكم بقالكم مدة بتفكروا فيه. انتوا هنا في شوية غدر وقع عليكم من الاهل، وكنتوا في علاقة غامضة اخدت كل وقتكم وتعبتوا.
طيب احب ابشركم بطفل مولود هينور حياتكم، او خبر حمل، او اشتياق لاطفال بعاد عنكم في تجمع مع اطفال الفترة اللي جاية دي، وهيكون في انتصار حلو جدا. انتوا دايما معرضين للخذلان، ودايما بتلاقي الخلافات والمشاكل بتزيد. عندكم علاقة مع ابراج مائية بينك وما بين برج العقرب، برج الحوت، برج السرطان، في علاقة مع الابراج دي ربطاكم، بس انتوا يعني شوية تكملوا وشوية تبعدوا، شوية يبقى في خلاص هتتم، وشوية ما بتتمش، انتوا بس العيون عليكم، فلازم تعالجوا نفسكم الفترة دي بقدر المستطاع. في حاجة، بصوا، هو انتوا عندكم رقم 2، رقم 2 ده مميز طبعا بالنسبة لكم. رقم 2 ده في حاجة يا اما انتوا مستنيينها، لا اما انتوا مستنيين شهرين وهتحققوا حاجة، لا اما انتوا رقم 2 ده هيبقى فيه حاجة مميزة، لا اما سنتين عايشين في عذاب، سنتين مقهورين مظلومين. في رقم 2 ده بيميز لكم اكتر من حاجة. كمان انتوا هنا عندكم دعم لحد، حد هيدعمكم او حد هيرجع لكم الفترة اللي جاية. عندكم حد من حرف الميم والحاء والالف، الحد ده في ال3 حروف دول من اسمه هيرجع لكم الفترة اللي جاية. بس دايما اقول لكم ان انتوا وراكم تعبان، التعبان ده مؤذي، بيحاول يأذيكم، بس على قد ما انتوا عندكم تقلب وشوية ارهاق، عندكم مكسب حلو قوي هيسعدكم، وهيكون في فرصة للربح الزايد عندكم. هتكتروا الحاجات الإيجابية عندكم، وهتتخطوا كل المشاكل والسلبيات. كمان الفترة دي انتوا هتعيشوا فترة مريحة وفترة فيها طاقة إيجابية، رغم ان انتوا عندكم تعلق بأشياء حلوة، بس في شوية أمور هتجددوها الفترة دي بإذن الله. كمان طاقتكم بدأت تخلص على ناس ما تستاهلش، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من كل الضغوط اللي انتوا فيها. انتوا ناويين تنتصروا على اعداء، او ناويين تعملوا حاجات جديدة مختلفة. في حاجة انتوا مترددين فيها عايزين تعملوها وخايفين، وزي ما قلت لكم انتوا عندكم رجوع مع ابراج مائية الفترة اللي جاية، وهيبقى فيه صلح. كمان انتوا عندكم هنا برج الجدي، في قعدة بينكم وفي كلام، ممكن برج الجدي يكون اخت، اخ، حد مقرب ليكم او علاقة بيكم، هيبقى في كلام، في مواجهة، في امور هتتفتح. كمان البعض منكم ممكن يكون عنده قلب مكسور، او قلبك مجروح، هنا هيبقى في صلح تخص القلب وطبطبة. انتوا ليه بقالكم مدة مخنوقين وحيرانين، فهيبقى في قعدة حلوة مع اشخاص مقربين. في ورقة هتخلص من بعض الضغوط اللي انتوا فيها. انتوا دايما بتتحطوا في امتحانات وفي مواجهات، خدوا بالكم من النقطة دي، مش عايزاكم تكونوا متسرعين الفترة دي خالص. انتوا اذيتوا نفسكم بنفسكم بسبب الضغوط اللي انتوا فيها، وبسبب كسرة القلب اللي وقعت عليكم من الناس اللي ما توقعتوش في يوم ان هي تأذيكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم حاطين هدف قدامكم، والهدف ده هي ترتيب المسؤوليات بتاعتكم. انا عايزاكم تبعدوا عن اي قرار الفترة دي ممكن تاخدوه. عندك هنا حاجة تعباك نفسيا، او حاجة مخلياك مش عارف تنام من كتر التفكير، حاجة بتنام وتصحى عليها، ودي طبعا انت مسببه لك ضغوط لحياتك. في حد سرق منك مال، سرق منك، سرق منكم ذهب، سرق منكم عمركم، سرق منكم اشياء انتم ما توقعتوش في يوم من الايام ان هي تتسرق. ست كبيرة عندكم، الست دي بيضة، ممكن تكون هي كبيرة في السن طبعا، الست دي يعني هي حبالكم الخير، بس بتوقع بينكم ما بين الشريك من بعيد لبعيد، وعاملة نفسها ان هي ما تعرفش اي حاجة. انتوا فقدتوا اعصابكم الفترة دي بسبب طرف تالت بيتدخل عندكم. في كمان هنا مبلغ من المال، المبلغ ده هيكون بسيط وهتعملوا بيه حاجة معينة. وانتوا كمان قررتوا ان انتوا تنهوا علاقة مع حد مؤذي، او حد بيحاول ان هو يأذيك، هتنهوا علاقتكم بيه. الحمامة دي انتوا مستنيينها بفارغ الصبر، هتجيب لكم خبر متعلق بأمنية شغلة بالكم الفترة دي، او خبر
بالكم يعني حاطينه ببالكم الفترة دي، في أمر انتوا عايشين فيه ومش راضيين، خايفين منه أو مش عاجبكم بمعنى صح. عندكم فرصة، والفرصة الحلوة دي متاحة قدامكم خلال كام يوم. انتوا كمان الفترة دي هتعبروا عن مشاعركم وهتعبروا عن القوة اللي جواكم والأيام الحلوة. في بعض الأفكار مؤثرة عليكم سلبيا، كل ما بتقولوا هانت بترجع أسوأ مكان بسبب الضغوط اللي انتوا عمالين تضغطوا فيها. الفترة دي انتوا قاعدين لوحدكم ويعني طول الوقت في اوضتكم منعزلين تماما عن البشر، مش عايزين تتعاملوا ولا عايزين تتكلموا مع حد. ليه؟ علشان بتقولوا احنا ما بيجيلناش غير وجع القلب من المقربين. في فرحة بقالك مدة مستنيها، والفرحة دي هتتم على خير بإذن الله، وهتقدر من خلال الفرحة دي تحقق نجاح كبير جدا. انت كمان في حد هيطلب منك طلب وانت هترفضه، علشان هتحس ان الطلب ده الشخص ده بيطلبه منك علشان خاطر هو بتاع مصلحته، وهترفض الطلب ده 99% هترفضه ومش هتوافق عليه. دايما ما بتحبوش تفعلوا خطيئة، مؤمنين جدا بالله، لكن جوه قلبكم في عذاب اشد العذاب، خنقه وضيق وحيره والم في الجسم غير طبيعي. ليه؟ لان خدتوا غدر او اتطعنتوا طعنه لحد الان مش عارفين تفسروا الشخص التاني عمل معاكم كده ليه. لكن الفتره اللي جايه هتكون حياتكم العاطفيه جميله، وهيكون فيها تميز وفيها خير. طال مرادكم او نال هتنولوا صبركم. خلوا بالكم من واحده ست بتجدد لكم سحر، الست دي من ارض البيت عندكم، فيها غيره وفيها حقد وفيها غل. خلوا بالكم وامسكوا على ايدكم شويه، لان مصاريفكم زايده او انتوا ايدكم فرطه اليومين دول. في حد هيستأذى بيكم، لكن انتوا هتاخدوا حقكم وهتردوا له الالم الامين. كمان البعض منكم هنا عايز يغير حاجه في شكله، عايز يهتم بنفسه، عايز يبدا يشوف حياته، لان في فرح هيخبط على بابكم انتوا طال انتظاركم فيه، وفي عمل صالح انتوا هتفعلوه الفتره اللي جايه دي، هيبقى طاقه جديده وخير بفضل ربنا. كمان في حد عندكم هيحاول الفتره دي بقدر المستطاع يعمل حاجه جديده او يعمل حاجه مختلفه في حياته، لان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في رزق، والرزق ده كبير جدا هيعوم على حياتكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب، ومن خلال الرزق ده هتقفوا على رجلكم من جديد وهيبقى عندكم طاقه جديده. البعض منكم بيحب يقرا في الكتب، البعض منكم بيحب يعمل حاجات مستجده، في امور عندكم انتوا هتعملوها، وفي مشروع هينجح الفتره دي وهتكونوا مؤمنين جدا بيه، لان المشروع ده هيكون كبير. ولو انتوا داخلين في شراكة مع حد انتوا طبعا هتبوظوا الموضوع، لان انتوا ما بتحبوش الشراكة وبتحبوا حياتكم تكون كتاب مفتوح لنفسكم مش لحد. فخلوا بالكم ان اي حد بيحاول يأذيكم الفترة دي انتوا هتفعلوا معاه حاجات جديدة وحاجات مختلفة، لان انتوا هتحسوا ان الشخص ده كذاب وخاين وبيلعب بمشاعر كل الناس. هتتعرفوا كمان على حد، والتعرف على حد ده هيخلي جوه قلبكم رحمة ويخلي جوه قلبكم طاقة جديدة ومور مختلفة. بس بلاش الحيرة وبلاش القلق، لان انتوا هتكونوا احسن من غيركم الفترة دي. كمان الفترة دي هي من اكتر الفترات اللي مش عايزاكم تاخدوا فيها قرارات، لان الامور عندكم دقيقة جدا ومحسوبة، وكمان ايامكم معدودة في الهم اللي انتوا شايلينه. في حد في سجن عندكم وفي ضيق وفي خانقة والباب مقفول عليه ومش عارف يتصرف ازاي، وانتوا زعلانين عليه قوي وخايفين عليه وحيرانين حيرة مش عارفين تعملوا ايه. كمان في حد بيعمل حاجه خطا في حياته، والحاجه الخطا دي هتيجي فوق دماغه وانتوا عمالين تحذروا فيه، وهو ما بيسمعش كلام اي حد ومصمم على اللي في دماغه. فيا ريت ما تتكلموش معاه تاني، لان انتوا كده عملتوا اللي عليكم. هو مش هيبعد عن الخطيئه اللي هو بيعملها غير لما ربنا يريد بفضل ربنا. طيب انتوا هنا في حد عايز يستقر، او في حد عايز يقول لحد وداع، عايزين تودعوا حد، عايزين تستقروا، عايزين تفعلوا امور جديده بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الاسم قدامكم مفتوحه، لان انتوا دايما بتفعلوا زي ما قلت اعمال خيريه لنفسكم او طريق ايجابي بفضل ربنا. فبلاش الحيره وبلاش الخوف اللي انتوا خايفينه جدا على نفسكم الفتره دي، لان انتوا دايما عندكم حسن الظن بنفسكم، وكمان دي من اكتر الفترات اللي هيكون في تقدم عندكم وفي خير على جميع الاوضاع بتاعتكم. البعض منكم هنا باله مشغول، البعض منكم بيفكر كتير جدا في اكتر من حاجه بسبب انه ما كان بيقول انا ما كنتش استاهل ايه اللي يحصل لي ده، انا ما كنتش استاهل ان انتوا تغدروا بيا ولا تظلموني كده، وانا كنت كويس معاكم وعمري ما اذيتكم، واللي في ايدي دايما ما كانش ليا. 6 ايام وهيحصل لكم حاجه، 6 ايام وهيبقى في امور بعد 6 ايام، وما تنسوش طبعا تخبروني ايه اللي هيحصل بعد 6 ايام. يعني انا شايفه انه
برج الميزان عندك سحر بيتجدد لك وطاقة سلبية في بيتك، حاول تجدد بيتك، لا اما تعزل زي ما انت عايز تعزل وتغير سكنك، لا اما تجدد الفرش، لا اما تعمل حالة تنظيف كاملة للبيت يا برج الميزان. حاول تعمل حالة تنظيف للبيت كاملة علشان خاطر تبعد النية الخبيثة وتبعد الحاجات السيئة اللي هي في بيتك عن حياتك. أتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل والفرحة والهنا والسعادة لقلبك بإذن الله. أنا عايزاك تفهم على العلاقات اللي قدامك، تفهم الأشخاص اللي قدامك، وتدي كل واحد على طاقته، تتعامل كل واحد على معاملته، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك من وسع. لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تضغط لايك وتعمل لي تعليق جميل كده زيك، وإن شاء الله بإذن الله انزل لك توقعات جميلة زيكم بإذن الله.